بتخيل في وقتنا الحالي بسنة 2020 أو هاي السنة بال 2021 مصطلح يوتيوبر أو فلوجر صار واضح لمعظم الناس، وواحدة من أكبر المشاكل اللي منواجهها كيوتيوبرز أو مصوري فيديو حجم المعدات الثقيلة اللي منواجه فيه صعوبة وإحنا منتنقل فيها. أبسط مثال حجم الكاميرا البروفيشنال تاعتي مع العدسة الكثير كبيرة، ما بقدر أخذها أي مكان وأصور فيها براحتي، ولا أنسى بقدر أضيف عليها مايك، بدي أضيف عليها ستيبلايزر ولا آخره. شركة كانون سمعت لهاي المشاكل وجابت لنا كاميرا فيديو 4K فيها شاشة بتلف للفلوجرز وبحجم كثير صغير. اليوم بدنا نحكي عن الكانون EOS M50. هاي الكاميرا بغض النظر عن حجمها هي فل بروفيشنال، يعني حجم السنسور فيها كبير والعدسة فيها بتقدر تغيرها وتبدلها بعدسات ثانية. وصغر حجمها بعود لسببين، الأول انه هي كروب فريم، السنسور اللي فيها مختص بنسبة 1.6، والسبب الثاني انها ميرورلس، شالوا منها المراي اللي بتسبب الحجم الكبير للكاميرات مثل كاميرات DSLR. وكل المصورين اللي بتابعوا حاليا بعرفوا انه المستقبل حاليا لكاميرات الميرورلس بسبب صغر حجمها وتفوقها خصوصا بالسنسور وبالأوبشنز اللي فيها. فممكن نحكي انه هاي الكاميرا آمنة للمستقبل تاعك، يعني بدك فترة لتغيرها خلال يمكن 5 سنين. بالنسبة للسنسور فيها باخذ الصورة بحجم 24 ميجا بكسل، لكن مثل ما ذكر سابقا هاي الكاميرا مخصصة للفلوجرز للفيديو أكثر، فبالفيديو الكاميرا هون بتاخذ فول اتش دي لحد 50 فريم أو 60 فريم، بال 4K بتاخذ لحد 25 فريم او 30 فريم. وبدك تنتبه انه لما تصور 4K راح تعمل اختصاص للفيديو. بالنسبه للعدسه اللي بتيجي معها اللي هي عدسه 1855، وبتقدر تشتري ادابتر مشان تركب عليها عدسات كانون الاي اف الكبيره، بس الصراحه لا يفضل لانه هاي الكاميرا صغيره وهي هدفها صغر حجمها يعني ووزنها الخفيف. وهلا بس نحكي اكثر عن خصائصها والكاميرا مودز اللي فيها راح تفهم قد ايه هم داعمين للفلوجرز بهاي الكاميرا. بالنسبه للكاميرا مودز اللي فيها، فيها المانيوال، الاي في، تي في، البروجرام والاوتوماتيك بلس. بالنسبه لمعالج الصوره الموجود فيها اللي هو الديجيك 8 من احدث المعالجات من شركه كانون، هذا البروسيسور شو بيعمل؟ اول شيء الفوكس بطل انه فيس تراكنج، يعني مش بس بتعقب الوجه زي كاميرتي انا بتتعقب الوجه عندي، بس مرات العين بتصير اوت اوف فوكس، فهي بتكون مشكلة عادة بالفلوجز، فحسنوا هاي التقنية وصار فيه الاي تراكينج، فهون عندك الكاميرا بتتعقب عينك وبتتأكد انه الفوكس يكون عليها صحيح 100%. الاشي الثاني بهذا البروسيسر بيستخدم الدول بيكسل اوتو فوكس، واللي بيستخدموا كاميرات كانون بيعرفوا هاي الخاصية قديه مفيد بالاوتو فوكس وقديه ممكن يكون سريع، بس بدك تنتبه انه بال4K هاي الخاصية ما بتشتغل الاوتو فوكس، فما راح يكون سريع كثير مثل ما بتصور فول اتش دي. هاي التجربة للوايد فيها الكاميرا على الفول اتش دي 25 فريم، وهلا بدي احول على الفور كي نشوف كميه الكروب اللي صارت. هسه انا عم بصور على الفور كي، اكيد صار في اختصاص بنسبه 1.6. اصلا بالمونتاج انا ما بستخدم الفور كي، ما بيهمني، راح اعمل زوم اكثر بالمونتاج على يحول لفول اتش دي. للاسف بالفور كي ما بيشتغل الدول بيكسل فوكس، فراح يكون الفوكس شوي بطيء بالنسبه لايده ويغطي وجهي، ما راح يعرف يتبع بالذكاء اللي كان قبل. والفوكس فيها ممتاز، اكسر وجهي خلينا نشوف قد ايه سرعه الفوكس. سريع ممتاز. ممتاز. الكاميرا فيها واي فاي اذا بدك تشبكها على التليفون وتاخذ منها الصور والفيديوهات مباشره، وهذا بسمح لك تنزلها على السوشيال ميديا بشكل اسرع من غير مونتاج اذا بتحب، وممكن تتوصل ل HDMI او كيبل USB على الكمبيوتر وتوصلها على برنامج الاي او اس يوتيليتي وتشبكها وتتحكم كل شيء فيها. نسيت اذكر اهم شيء بالنسبه للفلوجرز اللي هو الشاشه اللي بتلف 360 درجه، فانت بتقدر تتحكم بكل الزوايا، تقدر تشوف حالك تصور حالك، كمان تقدر تستخدم التاتش على الشاشه الخلفيه حتى تغير مكان نقاط الفوكس براحتك. بالنسبه لهاي الكاميرا رائعه جدا للاستخدام الشخصي، ممكن الاستخدام الاحترافي، لكن مثل ما حكيت هي للفلوجرز اكثر شيء، ومعظم الفلوجرز اللي انتم بتحضروا لهم بيستخدموا هاي ككاميرا رئيسيه لهم مع بعض الاكسسوارات اللي ممكن نضيفها. بالنسبه للاكسسوارات خلينا نحكي عن باكج بيجي من شركه يوكام مخصص لهاي الكاميرا. اول شيء الجوريلا بود، بما ان انت راح تصور فيها سيلفي كثير، هذا الترايبود الصغير راح يساعدك انت تثبتها باي مكان وبتقدر تلفها على اي ماسوره، وحتى لو سطح غير مستوي هذا الترايبود بيثبت لك الكاميرا وبتقدر تحكي معها براحتك، وحتى يطلع معك الصوت واضح. بالفلوجينج بدك تستخدم شوت جان مايك، كمان فيها مدخل مايك الكاميرا، وعاده لما تكون مكان اضاءته تعبانه ممكن انت تركب ضوء زياده حتى يساعدك وانت بتصور بالفيديو، بس ما بتقدر تركبه على الكاميرا هون، فبتحتاج ادابتر بنسميه سي ادابتر حتى تركبه على الكاميرا وتركب الضوء والمايك عليه. هذا التجربه للفيديو لشغلتين، اول شيء الديناميك رينج، يعني انا تقريبا السما وراي ضاويه مع ان انا بالظل بس واضح شوي، وفي شيء قدامي يعكس الضوء. وتجربه كمان للمايك، في هواء كثير قوي، فعم بجرب المايك هسه مع الديت كات، وبدي اجرب بدون الديت كات وبدون المايك كيف فرق الصوت. هاي التجربه للكاميرا من دون المايكروفون الشوت جان كيف بتسجل الصوت. هذا التجربه للمايك بدون الديت كات بدون الفروه اللي بتعزل صوت الهواء. هاي التجربه للكاميرا بالاضاءه الضعيفه اللو لايت، الايزو 16000 فتحه 4 شتر 1/30، فهي التجربه مشان تشوف النويز بالكاميرا.
ولا تنسوا انه هي كروب فريم يعني، فاتوقع راح يكون فيها نويز ملحوظ. اتمنى تكونوا استفدتوا من هذا الفيديو، خصوصا للفلوجرز. اذا بتعرف حدا من قرايبك بده يفكر يشتري كاميرا للفلوجينج، هاي الكاميرا هي الانسب له. لما تطلبوها من شركة يوكام تذكروا انه في خصم خاص لطلابي، بس بدكم تشتروا الكاميرا بعثوا لي وانا بعطيكم كود خاص لكم، وتذكروا تسألوا عن هذا الباكج. كل احوال اذا عندكم اسئلة او استفسارات او معدات بتحبوا نحكي عنها بالفيديوهات الجاي، تقدروا تبعثوا لي على الفيسبوك او انستغرام ليو.حماتي. ننهي الفيديو بالكاميرا الجديدة، وتذكروا دائما انه كل شخص فيكم مبدع لكن بطريقته الخاصة. يعطيكم العافية.